في هذا الفيديو سوف نحاول شرح الأسباب العلمية لزلزال المغرب وربطه بالوضعية الزلزالية في العالم بعد أن كثرت التفسيرات المجانبة للصواب والمنطق العلمي. أولاً، قبل البداية يجب أن تعلموا جيداً أن الزلازل من الظواهر الطبيعية التي لا يمكن التنبؤ بها أو رصدها قبل الحدوث رغم التطور العلمي والتكنولوجي التي وصلت إليه البشرية، لكن يمكن دراسة الزلازل جيداً وتحديد المناطق المهددة بحدوث الهزات الأرضية وتصنيف شدتها بناء على دراسة وأبحاث علمية في مجال السيسمولوجيا أو علم دراسات الهزات الأرضية. وفي العالم هناك العديد من المناطق المهددة بالهزات الأرضية، وهي في الأغلب مناطق التقاء الصفائح التكتونية المشكلة للقشرة الأرضية، والمغرب ضمن هذه المناطق كونه يوجد في منطقة التقاء الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوراسية التي توجد عليها قارة أوروبا وأجزاء واسعة من شمال قارة آسيا. ومنطقة تماس هذه توجد شمال المغرب، هي عبارة عن منطقة تكثر بها الانكسارات والصدوع، هذه الأخيرة هي المحدد لشدة وقوة الزلزال والتي تميز منطقة عن أخرى، فكلما كان طول الانكسار كبيرا كان الزلزال أكثر تدميرا. بالمغرب هناك صدعين أو مجالين زلزاليين، الأول هو الأنشط يمر بمنتصف بحر ألبوران الذي يشكل الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط، يعرف باسم المجال البيسيكوريفي، به انكسارات وصدوع صغيرة لا يتعدى طولها 10 أو 20 كيلومتر، تسبب هزات أرضية لا تتعدى شدتها 6 درجات على سلم ريشتر، كما هو الحال في زلزال تطوان 1909 وزلازل الحسيمة 1994 2016 و2004 الذي وصل 6.3 درجة. أما المجال الثاني فهو المجال الذي حدث به هذه الأيام زلزال الحوز، وحدثت به زلازل تاريخية أخرى كزلزال أكادير 1960 وزلزال الرصاني 1992. هذا المجال يمتد من أكادير إلى فيجيك ويستمر لخارج الحدود المغربية نحو الجزائر وتونس على طول سلسلة جبال الأطلس الكبير، يطلق على هذا المجال اسم الانكسار الجنوبي الأطلسي، به انكسارات وصدوع ليست كبيرة ولا تتعدى 30 كيلومترا، نشطة تكتونيا لكنها ليست بنشاط المجال الأول الذي ذكرناه. وأيضا الهزات الأرضية المسجلة تاريخيا بهذا المجال لم تتعدى 6 درجات، لكن الاستثناء اليوم هو حدوث هزة أرضية قوية وصلت ل7 درجات على سلم ريشتر في هذه المنطقة التي لم تتعود على هذه الهزات بهذه الشدة. لذلك كما ذكرنا في بداية الفيديو، رغم أن للزلازل علم قائم بذاته يمكن دراستها والاجتهاد في تحديد المناطق المهددة والشدة القصوى، إلا أن بعض التفاصيل الدقيقة تبقى دائما مجهولة ولا يعلمها إلا الله، ولا يمكن لبشر التنبؤ بها رغم تطور العلوم واجتهاد الباحثين، خصوصا فيما يتعلق بمتى يحدث الزلزال وكم هي شدته المحتملة.